بمناسبة 75 لتأسيس اتحاد النقابات العالمي الـ WFTU. اتحاد النقابات العالمي عنوان مشرف للتنظيم النقابي العالمي، وهو عنوان كبير ومبدئي ومناضل، يواصل مسيرته النضالية دفاعا عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة حول العالم. نحن على ثقة كبيرة بتاريخ ونضالات وبرامج اتحاد النقابات العالمي بقيادته الشجاعة الصامدة، وعلى رأسها الرفيق المناضل جورج مافريكوس. وإننا في الاتحاد الوطني لعمال فلسطين NUPW لكل نقاباته المرخصة داخل فلسطين، نحن كجزء أصيل وفاعل في الحركة النقابية الفلسطينية، وبصفتنا عضوا بالمجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للنقابات، سنواصل نضالنا لإسناد الحركة النقابية المناضلة في العالم تحت راية الاتحاد العالمي، رفضا للتطبيع والعلاقات المشبوهة التي تقوم بها بعض المنظمات الصفراء مع منظمة الهستدروت، تكريسا لواقع التطبيع والعلاقات المذلة. مسيرة اتحاد النقابات العالمي مسيرة طويلة وعظيمة وحافلة بالمواقف والإنجازات والنضالات التي نفتخر بها على كافة الأصعدة. هذا الاتحاد يستحق منا كل الوفاء والتقدير والوقوف موحدين تحت قيادته ليبقى قويا وصلبا ومبدئيا في مواجهة الإمبريالية والصهيونية ومواجهة النقابات المعادية التي لا تخدم سوى مصالح الأطراف المعادية. وأخيرا، اتحاد النقابات العالمي منظمة عالمية تقدمية مناهضة للصهيونية والإمبريالية، نعتز بالانتماء إليها والدفاع عن مبادئها. نحن مناضلين فلسطينيين لأننا نفس الفكر والتوجه، ونرفض التطبيع، ولنا نفس الأهداف وندافع عنها بقناعة. اتحاد النقابات العالمي مظلتنا وعنواننا الدائم. عاش اتحاد النقابات العالمي WFTU، عاش الاتحاد الوطني لعمال فلسطين NUPW، وعاشت الطبقة العاملة العالمية.